بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مع درس جديد من دروسنا في التعليق على متون طالب العلم، وما زلنا مع متن ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ووقفنا في الدرس السابق عند الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهذا الأصل هو سؤال من ربك، السؤال الأول من أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك، يعني إذا سئلت هذا السؤال وقيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ثم وقفنا عند هذا السؤال: فإذا قيل لك، يعني هذا السؤال الثاني بعد سؤال من ربك. فالمؤلف فيما مضى ذكر أن الله جل وعلا هو الرب، هو الرب، والآن يبين لنا الدليل، يبين لنا الدليل على معرفة الله سبحانه وتعالى. فأراد هنا أن يبين أن العبد يلزم عليه أن يتعرف على ربه بالدليل، وكشف عن الدليل فقال: بآياته ومخلوقاته. فقال رحمه الله: فإذا قيل لك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذا من آياته. ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن، وما بينهما، وما بينهما. فهذا السؤال الثاني في هذا الأصل بعد السؤال الأول، وهو من ربك، يأتي سؤال ثان وهو: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما عرفت ربك. فإذا قيل لك هنا، فإذا يعني إذا سئلت، إذا سئلت وسألك سائل وقال لك بما عرفت ربك، يعني بأي شيء عرفت ربك، بأي شيء عرفت ربك، فقل له، فقل له: عرفت ربي بآياته ومخلوقاته. بآياته، الآيات لها معاني كثيرة، منها الآيات هي العلامات، وتأتي أيضا بمعنى المعجزات والبراهين. فالآيات علامات وبراهين ودلائل، يعني أدلة. هذه الدلائل والبراهين والآيات جعلها الله سبحانه وتعالى، أي نصبها وجعلها دالة على وحدانيته، دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وتدل أيضا على تفرده بالربوبية والألوهية. فالآيات هي علامات وبراهين دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، ودالة على وحدانيته وعلى عبوديته وتفرده بالألوهية سبحانه وتعالى. ومخلوقاته، المخلوقات جمع مخلوق، وهو اسم مفعول من خلق، يعني هذه التي خلقها الله سبحانه وتعالى،
المخلوقات، وخلق قلنا بمعنى خلق، بمعنى أوجد من العدم، أوجد شيئا من العدم يعني من لا شيء أوجده. فالمخلوقات هي المخلوقات الباهرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها من العدم، هذه المخلوقات تدل عليه سبحانه وتعالى، تدل عليه سبحانه وتعالى. فقال بآياته ومخلوقاته، ثم ذكر أمثلة للآيات، فقال ومن آياته الليل، الليل الذي يقبل، ثم النهار الذي يدبر، نعم إقبال الليل وإدبار النهار. فالليل والنهار آية، آية قال الشراح آية في اختلافهما، فالليل والنهار لا يجتمعان في زمن واحد وهما يتعاقبان، يتعاقبان يعني يعقب أحدهما الآخر، يعقب أحدهما الآخر. والشمس السراج الوهاج الذي يضيء الكون وينيره، الشمس. وكذلك القمر، القمر من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة، القمر الذي يضيء في الليل في الدهماء، والدهماء يعني ماذا؟ يعني الظلام، يضيء في الظلام ويضيء في جنح الليل. فهذا السؤال بيّن الشيخ فيه رحمه الله أن الدليل على معرفة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته وتوحيده إنما تكون بماذا؟ أن تكون بالآيات وكذلك بالمخلوقات، بالآيات وبالمخلوقات. وذكر الأمثلة هنا، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الشمس والقمر. أيضا قال ومن مخلوقاته السماوات السبع، قال ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، وما بينهما. فهنا أيضا دليل على معرفة الله سبحانه وتعالى وهو المخلوقات، وكما سنرى أن المخلوقات والآيات بينهما خصوص وعموم. فالمخلوقات في الجملة من آيات الله، المخلوقات من آيات الله، ولكن ذكرها الشيخ ها هنا من ذكر الخاص بعد العام، وسنفصل هذا بعد قليل. طيب، فقال هنا ومن مخلوقاته السماوات السبع، السماوات السبع، السماوات جمع ماذا؟ سماء. السماوات السبع التي خلقها الله سبحانه وتعالى فهي آية ودليل على معرفة الله سبحانه وتعالى. فالسماء العالية علوها، السماوات السبع بعلوها وكذلك بسعتها. والأراضون، الأراضون هذا جمع ماذا؟ أرض، وهو من الملحقات بجمع المذكر السالم أراضون، لأنه أولا فيه اختلاف في الحركات، أرض الراء ساكنة وأراضون الراء مفتوحة، فهذا كأنه تكسير. وكذلك أراضون هذا جمع لغير عاقل، جمع لغير عاقل، والأصل في جمع المذكر السالم أن يكون لماذا؟ أن يكون لعلم أو لصفة، أن يكون لعلم أو لصفة، نعم. فلذلك كلمة أراضون هذه ملحق، هي ملحق بجمع المذكر السالم، تأخذ إعرابه، تأخذ إعرابه، وليست جمعا مذكرا سالما على القاعدة. والأراضون العظيمة السبع، وكذلك قال ومن فيهن، السماوات والأراضون ومن فيهن، السماوات ومن فيهن من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وكذلك الأراضون السبع ومن فيهن، ومن فيهن من المخلوقات
العظيمة ومن النباتات والجماد والحيوان والإنس إلى سائر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض من هذا الهواء والفراغ وغيره. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. فهذا يا إخوة السؤال الثاني من الأسئلة التي ذكرها الشيخ هنا: بما عرفت ربك؟ قال: بآياته ومخلوقاته. طيب، قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، قال فائدة جليلة جدا، قال فيها ماذا؟ قال: الدليل المرشد إلى معرفة الرب جل وعلا، الدليل المرشد الذي يعرفنا الله سبحانه وتعالى، قال: شيئان اثنان. هناك شيئان اثنان نعرف بهما الرب جل وعلا، وسنكتب هذا إن شاء الله. أحدهما، الدليل الأول، التفكر في الآيات الكونية، في الآيات الكونية. والدليل الثاني، التدبر في الآيات الشرعية، التدبر في الآيات الشرعية. وهذا مذكور في قوله ماذا؟ قوله بآياته. فالآيات تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه قال: الآيات الكونية هذه الآيات المرئية، والآيات الشرعية هذه الآيات المتلوة. يعني سماها باسم آخر ولكن الدلالة واحدة. الآيات الكونية التي نراها أمامنا التفكر فيها يوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، والتدبر في الآيات الشرعية، الآيات الشرعية أي الآيات المتلوة، يعني ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الوحي وما جاءت به الرسل، هذه آيات. وما معنى كلمة آية؟ ما معنى كلمة آية التي هي جمعها آيات؟ الآية في اللغة بمعنى العلامة والأمارة، العلامة والأمارة، وهذا واضح، العلامة والأمارة. فالله عز وجل جعل السماوات والأرض والإنسان والحيوان وغير ذلك علامات وأمارات تدل على خالقها سبحانه وتعالى، تدل على خالقها وصانعها سبحانه وتعالى، فلذلك هي آية. نعم، فنقول مثلا: السماوات آية من آيات الله، آية من آيات الله. لما؟ لأنها تدل، علامة تدل على ماذا؟ على خالقها وصانعها عز وجل. كذلك كلمة آية تأتي في اللغة بمعاني أخرى، يعني قريبة من هذا. فالآية تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى العبرة، إن في ذلك لآية. نعم، وقال الله عز وجل عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية، يعني تكون لمن خلفك عبرة وعظة لمن أراد أن يتعظ. نعم، وكذلك تأتي كلمة آية بمعنى ماذا؟ بمعنى المعجزة. قال الله عز وجل: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. نعم، فكذلك هنا تأتي بمعنى ماذا؟ المعجزة. هذا من معاني كلمة الآية. نعم، أيضا الآية هنا المعنى الآية كمعنى شرعي، هذا الذي ذكره هنا الشيخ صالح آل الشيخ وكذلك الشيخ صالح العصيمي، التفكر في آيات الله الكونية أو المرئية أو الشرعية أو المتلوة. ولذلك الآية، الآية شرعا، الآيات شرعا كما قلنا لها معنيان،
ولها إطلاقان، لها إطلاقان ولها معنيان. الإطلاق الأول هو الآيات الكونية، الآيات الكونية الخلقية، يعني الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. والإطلاق الثاني الآيات الشرعية، الآيات الشرعية القولية. هذا التعريف تعريف شرعي اصطلاحي تجدوه في شروحات العلماء لثلاثة الأصول. الآيات الكونية الخلقية الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى مثل السماوات والأرض والإنسان والحيوان وإلى آخره، إلى سائر المخلوقات، هذه آيات. لماذا آيات؟ لأنها علامة وأمارة على خالقها، تدل على خالقها سبحانه وتعالى وصانعها ومحكم نظامها الذي أحكم وأحسن خلق هذه الأشياء. وكثيرا ما تجد في القرآن ذكر هذه الآيات، السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال، وهكذا. فهذه الآيات الكونية الخلقية هي آيات تدل وأمارات تدل وترشد وتوصل العبد إلى معرفة ربه سبحانه وتعالى. وهذه الآيات الكونية الخلقية هي التي اقتصر عليها الشيخ هنا، يعني لم يذكر الآيات الشرعية، وسنذكر لماذا يعني. طيب، فهو ذكر الآيات الكونية الخلقية في بيان أنها السبيل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. الآيات الشرعية القولية هذه ما أنزله الله عز وجل، هذه آيات، آيات كما قال الشيخ صالح الشيخ آيات متلوة تتلى، ما أنزله الله عز وجل من الكتب ومن الوحي والشرائع إلى غير ذلك، وما جاءت به الرسل عموما، فهذه آيات كذلك، فهو من آيات ماذا؟ فهو من آيات الله، فهو من آيات الله. قال الشيخ رحمه الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال ومن مخلوقاته، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن. هنا نقف وقفة مع قوله ومن مخلوقاته. المخلوقات السماوات السبع، إذن هذه المخلوقات تدخل في الآيات، أليس كذلك؟ فهنا المخلوقات التي ذكرها، يعني السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع، هذه تدخل في الآيات ماذا؟ تدخل في الآيات الكونية، الآيات الخلقية. فالمخلوقات هذه التي ذكرها الشيخ تدخل تحت قوله بآياته. إذن هو قال بآياته ومخلوقاته. قال العلماء هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فهمتم؟ يعني هو ذكر أولا قال ومن آياته، فذكر العام الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال ومن مخلوقاته. طيب المخلوقات هذه من الآيات، فهمت؟ فهذا من باب ماذا؟ من باب ذكر الخاص بعد العام. فالمخلوقات أعم، المخلوقات عفوا أخص. طيب، هذه التي ذكرها هنا، والآيات أعم، والآيات أعم. فهنا قوله ومن مخلوقاته يقصد بها ماذا؟ يقصد بها الآيات الكونية المخلوقة، الآيات الكونية. هنا السؤال، لماذا يأتي عطف الخاص بعد العام؟ يعني لماذا نذكر شيئا خاصا ونذكر بعد ذلك شيئا عاما؟ كمثل إنسان يقول خلق الله الإنسان والرجال والشباب والنساء، أو خلق الله الناس وبعد ذلك يذكر الرجال، فهذه الأشياء هي أصلا من الناس، فذكر العام أولا ثم ذكر ماذا؟ الخاص. قالوا هنا ذكر الخاص بعد العام يأتي على سبيل الاهتمام بالخاص ولفت الذهن إليه. طيب، ذكر الخاص
بعد العام له فائدة لغوية وبلاغية، أن ذلك فيه ماذا؟ فيه بيان للاهتمام بذلك الخاص، فلذلك ذكر مرة أخرى، وكذلك لفت الانتباه والعقل والذهن إليه. طيب، ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله المخلوقات مع أن المخلوقات داخلة في الآيات للاهتمام بها، للاهتمام بهذه المخلوقات. لماذا؟ قالوا لأن هذه المخلوقات مرئية، يعني يراها الناس ويدركها العالم وغير العالم، يدركها العالم وغير العالم. واضح هذا الكلام؟ نعم. فنكتب هنا لينضبط لنا النص. قال الشيخ رحمه الله في السؤال الثاني في مقدمة الأصل الأول، قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا هو السؤال، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الدال عليه سبحانه وتعالى الليل. والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته ماذا؟ السماوات السبع، السماوات السبع ومن فيهن، كذا في هذه النسخة، السماوات السبع ومن فيهن. والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هنا بما عرفت ربك، يعني كما قلنا، فإذا سئلت أيها المسترشد فإذا سئلت وسألك سائل وقيل لك بما عرفت ربك، إذا سئلت وقيل لك بما عرفت ربك، فسيكون الجواب ها هنا، يعني بأي شيء، هذا تقدير الكلام، أي بأي شيء عرفت ربك. وهنا الشيخ يعني يذكر الأشياء العامة التي يعرفها الجاهل والعالم، ذكر هنا الأشياء العامة التي يعرفها ويؤمن بها الجاهل والعالم، يعني لم يختص بشيء معين، ولم يتطرق إلى الآيات الشرعية المتلوة، بل تكلم بكلام عام يعرفه الجميع. بأي شيء عرفت ربك؟ يأتي الجواب، قال: بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. قال بآياته، كما قلنا آيات جمع ماذا؟ جمع آية، والآية في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى الدليل والبرهان والمعجزة والعبرة.
وهذا كله موجود في القرآن، الدليل والبرهان والمعجزة والعبرة، وكذلك الأمارة. الأمارة نعم هي أمارة، أمارة كما في قول القائل عرفت الله سبحانه وتعالى بخلقه للسماوات، فالسماوات آية، السماوات آية، آية من آيات الله كما قلنا، أي أنها أمارة وعلامة على خالقها سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء لا يستطيع الناس أن يصنعوا مثلها، بل لو اجتمعت الإنس والجن لا يخلقون ذبابا. نعم، فهذه الأشياء آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأمارة وعلامة على خالقها سبحانه وتعالى. وكذلك كما قلنا أن الآية تأتي بمعان أخرى، وكتبنا هذا على اللوحة فلا داعي أن نعيده مرة أخرى، فتأتي للمعجزة وتأتي كذلك بمعنى العبرة. قال بآياته، أي بتلك العلامات، الآيات هنا العلامات، نعم، والبراهين التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. الآيات والبراهين التي تدل على ماذا؟ تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته، مخلوقات جمع ماذا؟ مخلوقات جمع مخلوق، ومخلوق هذا كما قلنا مخلوق، مخلوقات جمع ماذا؟ مخلوق، ومخلوق هذا ماذا؟ هذا اسم مفعول من خلق، اسم مفعول من ماذا؟ من خلق، وخلق معناه ماذا؟ أوجد من عدم، أوجد من عدم يعني من لا شيء، مخلوق يعني أوجد من عدم. فالله سبحانه وتعالى له مخلوقات وآيات باهرة تدل عليه سبحانه وتعالى. قال ومن مخلوقاته، يعني ومن أعظم، من أعظم مخلوقاته، ومن أعظم مخلوقاته سبحانه وتعالى التي نراها المشاهدة بالأبصار، ولذلك ذكرها هنا المشاهدة بالأبصار التي نراها بأبصارنا، الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. من أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الدالة على وحدانيته جل في علاه، الليل، إقبال الليل. هذا التعليق يا إخوة يعني مستفاد من حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وغيره أيضا. فإقبال ماذا؟ إقبال الليل وإدبار النهار، أقبل وأدبر، هذه آيات. والمقصود هنا ماذا؟ اختلاف الليل والنهار، وهذا موجود في القرآن، واختلافهما، طيب اختلافهما في ماذا؟ اختلافهما في الطول مثلا، في القصر، وفي الطول والقصر، وكذلك وعدم اجتماعهما، عدم اجتماعهما، وأنهما يتعاقبان في نظام، في نظام سبحان الله، في زمن واحد، عدم اجتماعهما في زمن
واحد ويتعاقبان فيما بينهما. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والأراضون جمع، مفرده ماذا؟ مفرده أرض، الأرض وأراضون، وهو ملحق بجمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بماذا؟ بالياء. نعم، كما في الحديث طوقه الله من سبع أراضين، فنقول أراضين وأراضون. وكذلك الأراضون السبع الواسعة المستديرة، الواسعة المستديرة عظيمة الخلق. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، عظيمة الخلق، هذه آية من آيات الله جل في علاه. قال بعد ذلك ومن فيهن، يعني وما في السماوات وما في الأرض، من فيهن يعني السماوات والأرض، ما في السماوات يعني ما يوجد في السماوات من المخلوقات العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والأراضون السبع ومن فيهن كذلك، ومن فيهن والأراضون وما فيها من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات، هذه كلها آيات تدل على خالقها سبحانه وتعالى، والحيوانات والنباتات. قد أرشدنا القرآن إلى ما في اختلاف النباتات من الألوان والأنواع وسائر الموجودات، هذه كلها آيات مشاهدة إذا تأملها العبد هدية، إذا تأملها بقلب وبعبرة هدية. نعم، قال ومن فيهن وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض، ما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات ومن الغازات ومن الهواء وغيره من الأشياء كالهواء وغيره، هذه كلها طبقات الجو السحب وغير، هذه كلها آيات تدل على الله سبحانه وتعالى، فتبارك الله رب العالمين. وكما قال الأعرابي القديم إن البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على العلي الخبير سبحانه، فتبارك الله رب العالمين. نعم، فهنا الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي آيات ماذا؟ هي الآيات المخلوقة الكونية، لأننا يعني كما قبل ذلك قلنا أن الآيات على قسمين، على قسمين، آيات كونية وآيات ماذا؟ وآيات شرعية، آيات كونية وآيات ماذا؟ وآيات شرعية. آيات كونية خلقية يعني مثل السماوات والأرض والإنسان والحيوان وغير ذلك من سائر ماذا؟ من سائر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. وهذا النوع من الآيات الذي اختص الشيخ بذكره، يعني قال الليل والنهار والشمس والقمر، لماذا خصها؟ لأن هذه الآيات أظهر وأجل. نعم، وهذه الآيات أيضا يشترك في معرفتها المؤمن والكافر، البر والفاجر. نعم،
هذا ذكره الشراح. وهناك آيات شرعية، ما المقصود بالآيات الشرعية؟ كما قلنا الآيات الشرعية هي الآيات المتلوة، يعني الوحي عموما. ويدخل في ذلك ما أنزل الله عز وجل من الكتب، وما جاءت به الرسل، كل هذا يدخل في الوحي. نعم، فهذا أيضا من آيات الله، هذا من آيات الله، بل هذه من أعظم الآيات كذلك. ولذلك الإنسان كلما اهتدى وزاد علمه، الأصل في أن يزيد الإيمان في قلبه، لأنه سيتعرف على اللطائف والعجائب والحكم من التشريع ما لم يعرفه من لم يقرأ ومن لم يتعلم. فالإيمان يزيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبمعرفة أحكامه ووحيه، وهذا مفهوم وواضح جدا. نعم، ولذلك كان العلماء هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإيمان يزيد في قلوبهم بالتعرف على تلك الآيات الشرعية. والآيات الكونية كالسماوات والأرض والإنسان والحيوان والمخلوقات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم، والآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله ها هنا أو هنا هي آيات ماذا؟ هي آيات كونية. آيات ماذا؟ كونية. طيب، هنا سؤال، لماذا اختص الشيخ رحمه الله الآيات الكونية بالذكر؟ هذا قلناه قبل قليل، اختص الله عز وجل الآيات الكونية بالذكر لماذا؟ قالوا لعلتين. العلة الأولى لأن هذه الآيات الكونية دالة على ربوبيته. الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، السماوات، الأرض، من خلق هذا؟ لابد لها من خالق، لابد لها من رب. فهذه الأشياء دالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، دالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى لزمه ذلك أن يثبت الألوهية لله عز وجل، أن يقر بماذا؟ أن يقر بالألوهية. وهنا الشيخ رحمه الله حريص على تعليم الناس وعلى دعوتهم وعلى هدايتهم، فلذلك قال بما عرفت ربك؟ قال بآياته ومخلوقاته، فأشار إلى الآيات والمخلوقات. أيضا كما قلنا أن السبب الثاني وقال العلماء هو عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة ماذا؟ الآيات الكونية. ويشترك في معرفتها، يعني في معرفة الآيات الكونية، المؤمن والكافر. المؤمن والكافر، البر والفاجر. لماذا؟ لأنها ظاهرة قاهرة، واضحة، يعني هذه الآيات يشترك الجميع في معرفتها. قال الشيخ أيضا فائدة، قال رحمه الله بآياته ومخلوقاته. هنا السؤال، لماذا اختص المخلوقات بالذكر مرة أخرى وهي داخلة في الآيات؟ أليست المخلوقات هي آيات كما قلنا آيات كونية؟ نعم، كما ذكرنا أن ذلك من باب يسمى في اللغة بباب ماذا؟ بباب عطفي الخاص بعد العام، فهذا
الجواب هذا من باب عطف الخاص بعد العام. هذا من باب عطف الخاص بعد العام. طيب لماذا؟ لأن الآيات، نعم، لأن الآيات أو لأن المخلوقات، هذه المخلوقات، بعض من الآيات، وهي الآيات التي قلنا عنها ماذا؟ الآيات الكونية. واضح؟ طيب سؤال آخر، ما فائدة عطف الخاص على العام؟ طبعا هذا له مواضع وتفصيلات كثيرة في أصول الفقه، في أصول التفسير، نعم، لكن نحن نقول أن هذا، وكذلك في اللغة، هذا يأتي على سبيل ماذا؟ على سبيل الاهتمام بالخاص، فنذكره مرة أخرى اهتماما به، وكذلك للفت الانتباه والذهن إليه كما قلنا على السبورة وشرحنا. ولذلك أفرد المصنف المخلوقات مع أنها داخلة في ماذا؟ في الآيات، وذلك للاهتمام بها، للاهتمام بها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من هي للتبعيض، من لماذا تأتي في اللغة لماذا؟ للتبعيض. هنا قال الشيخ: ومن، قال بآياته ومخلوقاته، ومن مخلوقاته الليل والنهار، نعم، وقبل ذلك قال، نعم، قال ومن نعم، قال أولا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته بعد ذلك، نعم، الليل والنهار والشمس والقمر. لعلنا نكتب هذا هنا لأننا لم نكتبه. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته ما ذكرنا هنا. ومن، من تفيد ماذا يا إخوة؟ من في اللغة هنا تفيد ماذا؟ تفيد التبعيض، يعني من بعض، تفيد ماذا؟ التبعيض، تفيد التبعيض، يعني من بعض آياته التي ذكرها الشيخ هنا، الليل والنهار، الليل والنهار. فذكر هنا أربع آيات، ذكر الشيخ أربع آيات، ما هي؟ الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الآيات الأربع، الليل والنهار والشمس والقمر، وهي آيات بينات ظاهرات، كما قلنا يراها الإنسان عيانا بعينه، يعني يعرفها العالم والجاهل، يعرفها البر والفاجر، آيات بينات ظاهرات تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته. ثم سيذكر لنا بعد ذلك الدليل على هذا الكلام. قال: والدليل قوله تعالى. الدليل على ماذا؟ الدليل هنا في قوله، الدليل قوله تعالى، يعني الدليل على ماذا؟ يعني الدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله. الدليل قوله تعالى، الشيخ لا يذكر مسألة إلا مع الدليل. فهنا والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. فسيذكر لنا ها هنا في هذه الآية الأدلة على، أو الدليل على، أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الأشياء وأنها من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد قال نصا سبحانه وتعالى في القرآن:
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. سنكمل إن شاء الله شرح هذا الجزء من المتن والتفصيل فيه، ولكن بعد استراحة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. فذكر الشيخ رحمه الله الدليل على ما قرره من إجابة عن السؤال الثاني، فقال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وأن هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته، قلنا هنا من لماذا؟ للتبعيض، للتبعيض. ومن آياته الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، أنه هو الواحد الأحد المستحق للعبودية، وعلى تدبيره لمعايش العباد، الليل والنهار والشمس والقمر. وهذه الأشياء لا تستقيم حياة الناس إلا بهما، لا تستقيم حياة الناس إلا بالليل وبالنهار وبالشمس والقمر. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأشياء لأن بعض الناس عبدوا الشمس والقمر. قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فخص الشمس والقمر من بين الآيات الأربعة لأن بعض الناس عبدوا الشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يعني لا تعبدوا الشمس والقمر، لأن هذه الأشياء، لأنهما مدبران مخلوقان، هذه الأشياء مخلوقات خلقها الله عز وجل، فلا تسجدوا إليها. واسجدوا لله الذي خلقهن، واسجدوا لله يعني اعبدوا، هنا السجود يقصد به العبادة، فذكر شيئا وأراد الكل. اسجدوا لله أي اعبدوا الله سبحانه وتعالى الذي خلقهن، خلقهن. فالشمس والقمر وإن كبر حجمهما، وإن كبر حجمهما فيما يرى الرائي، إلا أنه هذا ليس منهما، فإن ذلك ليس منهما، يعني ليست الشمس من خلقت نفسها بنفسها، وإنما هو من خالقها، وإنما هو من خالقها جل في علاه. إن كنتم إياه تعبدون، وحده جل وعلا، فخصوه بالعبادة، فخصوه بالعبادة وإخلاص التوحيد. هذا الدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالليل والنهار والشمس والقمر، وسيذكر دليلا آخر أيضا في خلق السماوات والأرض، سيذكر دليلا آخر في خلق السماوات والأرض. قال: وقوله تعالى، هنا دليل آخر، دليل آخر على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وأن السماوات السبع والأراضين السبع من آيات الله جل في علاه. فقال رحمه الله: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآيات فيها دليل على ماذا؟ والدليل على أن السماوات السبع والأراضين السبع من آيات الله أو من خلق الله، آيات الله الدالة عليه. إذن هو ذكر دليلين، الدليل الأول هذا ذكر فيه ما يتعلق بالليل والنهار والشمس والقمر،
والدليل الثاني ذكر فيه ماذا؟ ذكر فيه ما يتعلق بالسماوات السبع والأراضين السبع. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وكذلك وما فيها، السماوات والأرض وما فيهن كما ذكر في المتن، ومن فيهن من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأحكمها في ستة أيام كما ورد في الحديث. هذه الأيام الست أولها يوم الأحد وآخرها يوم ماذا؟ يوم الجمعة. وآخرها يوم ماذا؟ يوم الجمعة كما ورد في الحديث، في ستة أيام أولها الأحد وآخرها ماذا؟ وآخرها يوم الجمعة. ثم استوى على العرش، استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بكماله وبجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. ثم هنا ثم تفيد ماذا؟ تفيد التعقيب، يعني لما قضاها سبحانه وتعالى وفرغ من خلق السماوات والأرض وقضى ما فيها وأودع فيها سبحانه وتعالى من أمره عز وجل، استوى على العرش استواء يليق بكماله وبعظمته وبجلاله، يغشي الليل المظلم النهار المضيء، الليل مظلم والنهار مضيء، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. حثيثا يعني ماذا؟ يعني سريعا سريعا، كما قال أهل التفسير أنه كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل، فمعنى هنا يطلبه حثيثا أي سريعا سريعا لا يتوانى عنه. ثم قال سبحانه: والشمس والقمر والنجوم، النجوم الثابتة السائرة في السماء مسخرات بأمره، أي مذللات، فالتسخير هو التذليل، مذللات بأمره سبحانه وتعالى، بأمره أي يسيرها جل وعلا بما شاء وحيثما شاء وكيفما شاء جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، هذه الآية فيها ألا له الخلق والأمر، هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى كما أن له الخلق وهو الذي خلق الخلائق، فهو كذلك له الأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فكما أن الله عز وجل هو الذي خلقكم ورزقكم وأوجدكم من العدم ورباكم وأحياكم، فهو له سبحانه وتعالى كما له الخلق له كذلك الأمر، لا شريك له في خلقه ولا شريك له في أمره. نعم، فالخلق والأمر، الخلق يقصد به ماذا؟ يقصد به أن الله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات، والأمر يقصد به الشرائع والنبوات. تبارك الله رب العالمين، تبارك أي بلغ الغاية في البركة. نعم، بلغ في البركة سبحانه وتعالى نهايتها. ولذلك العلماء يقولون هذا اللفظ تبارك لا يقال في بهذه الصيغة إلا لله سبحانه وتعالى، بهذه الصيغة لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، لأن تبارك معناها بلغ النهاية في البركة، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، رب العالمين الذي رب العالمين وأنعم عليهم سبحانه وتعالى بالرزق الوفير وبالخلق وبالخيرات السابغة الظاهرة والباطنة. فهذان الدليلان اللذان ذكرهما الشيخ رحمه الله، كما قلنا هناك دليل ذكره فيما يتعلق بالليل والنهار والشمس والقمر، هذا الدليل يتعلق بالليل والنهار والشمس والقمر، والدليل الثاني هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالسماوات السبع والأراضون السبع، لأنه قال قبل ذلك أن هذه الأشياء هي من مخلوقات الله ومن آياته الدالة عليه، فذكر هذين الدليلين. واضح؟ قال
المصنف رحمه الله. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هنا إياه تعبدون، هذا فيه تخصيص بتقديم المفعول به، يعني إن كنتم إياه تعبدون. نعم، لم يقل إن كنتم تعبدونه، لكن إياه تعبدون. وذكر دليلا آخر سنكتبه بعد قليل. هنا والدليل على ماذا؟ والدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله. الدليل قوله تعالى: ومن آياته الآية، ومن آياته أي من آياته الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى ووحدانيته، من آياته الدالة على كمال قدرته ووحدانيته ماذا؟ الليل والنهار والشمس والقمر. وكما قلنا هذه الأشياء الليل والنهار والشمس والقمر اللذان لا تستقيم معايش العباد إلا بهما، فمعيشة الناس لا تستقيم إلا بالليل والنهار وبالشمس وبالقمر. ثم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن هذه الأشياء كما قلنا هنا لا ناهية، لا ناهية يعني نهي عن السجود، والسجود هنا يقصد به ماذا؟ يقصد به العبادة كلها، لأن بعض الناس عبدوا الشمس والقمر، فالسجود عبادة لله سبحانه وتعالى، سجود عبادة لله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وجل شأنه: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر فإنهما مخلوقان ومربوبان، فالواجب عليكم أن تسجدوا لمن خلقهن، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم، فإنهما مخلوقان ومربوبان ومدبران ومسخران لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله يعني هنا واعبدوا الله جل وجل في علاه، واعبدوا الله. سجود هنا أيضا يقصد به ماذا؟ العبادة كلها. نعم، كلها. واعبدوا الله واسجدوا لله الذي خلقهن. قلنا قبل ذلك أن الخلق هو ماذا؟ هو الإيجاد من العدم. واسجدوا لله الذي خلقهن، الذي خلقهن. قال بعض الشراح: فإن كبر حجمهن، يعني السماوات والأرض والشمس، عفوا الشمس والقمر، هذه الأشياء وإن كبر حجمها فإن ذلك ليس منها. نعم، وإنما هو من خالقها جل وعلا.
فلا تغتر بهذه الأشياء بكبر الحجم، بل كبر الحجم هذا يجعل الإيمان في قلبك يقوى، لأن الذي خلق هذه الأشياء العظيمة الكبيرة هو ربها سبحانه وتعالى ومدبرها ومدبر شؤونها. قال بعد ذلك سبحانه: إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه، إياه هنا مفعول به مقدر، يعني إن كنتم تعبدونه، ولكن إياه تعبدون هذا فيه معنى الاختصاص، يعني إن كنتم إياه تعبدون وحده. كيف عرفنا وحده؟ هذه من الاختصاص، أي إياه تعبدون وحده جل وعلا، فخصوه، فخصوه جل وعلا بالعبادة التوحيد. ثم بعد ذلك ذكر دليلا آخر على أن السماوات السبع والأراضين السبع من مخلوقات الله، قال: وقوله تعالى: قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية كما قلنا فيها ماذا؟ هذه الآية فيها دليل على أن السماوات السبع والأراضين السبع كذلك من مخلوقات الله الدالة عليه، من مخلوقات الله الدالة عليه. نعم، قال الله سبحانه، قال الشيخ: قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما فيها، نعم، وأتقن خلقها سبحانه وتعالى، وأحكم بنيانها الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما ورد في الحديث أن هذه الأيام قد بدأت من يوم الأحد، أول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فخلق في هذه خلق السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام، وما مسه سبحانه وتعالى من تعب ولا نصب. نعم، تعالى الله عما يقول اليهود علوا كبيرا، يقولون أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب واستراح في اليوم السابع، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في ستة أيام ثم
ثم هنا كما قلنا ثم تفيد ماذا؟ تفيد التعقيب مع التراخي. لما قضاها سبحانه وتعالى 7 سماوات وأودع، هذا من كلام أهل العلم والمفسرين، وأودع فيها من أمره جل وعلا، استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، استوى جل وعلا على العرش، واستوى أي على واستقر وارتفع استواء يليق بكماله، استوى على العرش العظيم. فالعرش هذا يسع السماوات والأرض، بل الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، فما بالك بالعرش؟ الله أكبر. العرش العظيم الذي وسع السماوات والأرض وما فيها وما بينها استواء يليق بجلاله وبكماله وبعظمته سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا إن شاء الله في متون الاعتقاد التي تقرر عقيدة السلف في هذا الباب. نعم. وهو سبحانه وتعالى وجل شأنه يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار المظلم، الليل المظلم، الليل هذا مظلم، ويغشي ماذا؟ يغشي الليل النهار، والنهار المضيء، يلحق بعضهم بعضا، يغشي الليل النهار، النهار المضيء، فيظلم وجه الأرض، ثم بعد ذلك يأتي النهار ويضيء النهار ما فيها من جنبات، يطلبه حثيثا، ومعنى كلمة حثيثا يعني سريعا لا يتوانى، سريعا لا يتوانى يعني لا يتأخر. فكلما كما قال له التفسير، كلما جاء الليل ماذا يحدث؟ ذهب النهار. وكلما جاء النهار ذهب الليل. هكذا. نعم. قال سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم، هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى الثابتة وكذلك السائرة، هذه الأشياء كلها مسخرات من الفعل سخر، بمعنى ماذا؟ بمعنى ذلل، مسخرات يعني مذللات سبحانه وتعالى، مذللات له سبحانه وتعالى، أي مذللات جارية في مجاريها في فلك يسبحون. نعم، جارية في مجاريها بتسخير وبتذليل من الله سبحانه وتعالى، يسيرها جل في علاه كما يريد. نعم، سبحانه، وهذا ليس وليس هذا من أمرها، فهذه الأشياء ليس من أمرها أن تفعل ذلك. فقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، سبحان الله، ألا له الخلق والأمر. فكما أن الله عز وجل له الخلق، الله جل وعلا متفرد بالأمر، نعم، متفرد بالأمر، متفرد بالخلق، ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل كما أنه متفرد بالخلق فله سبحانه وتعالى الخلق، نعم، وهو الذي خلق جميع المخلوقات،
إذن هو المستحق للتشريع، هو المستحق كذلك لماذا؟ للتشريع والأمر. تبارك الله رب العالمين. هنا تبارك الله، يقول أهل التفسير تبارك أي بلغ النهاية في البركة، بلغ في البركة نهايتها جل في علاه. وهذا اللفظ تبارك وهي صيغة لا تصلح إلا لله جل وعلا. تبارك الله عز وجل يعني تبارك يعني كثرت بركته، فهو سبحانه كثر خيره وعظمت بركته وإحسانه على العباد. نعم، كذلك الله عز وجل تبارك سبحانه وتعالى في نفسه، وتبارك جل وعلا في صفاته، وتبارك سبحانه وتعالى في كمال ذاته. جل في علاه رب العالمين، كما قلنا رب العالمين هنا الرب هو الخالق الرازق المدبر المنعم على العالمين بخيراته وبسابغ إحسانه، بخيراته وسابغ إحسانه. ثم قال الشيخ بعد ذلك، بعد أن ذكر الأدلة على هذا وعلى الآيات، قال والرب هو المعبود. الرب هو المعبود، يعني بعد أن قرر الشيخ معنى الرب ودليل الرب فيما سبق وأن الرب هو المستحق للعبادة، بدأ يذكر لنا ما معنى كلمة رب. قال الرب هو المعبود، ثم ذكر الدليل على ذلك. الشراح دائما يقفون وقفة مطولة عند هذه الجملة، الرب هو المعبود، الرب هو المعبود. لماذا يقفون وقفة مطولة؟ لأن معنى الرب في اللغة العربية يختلف عن معنى المعبود، وكما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أن بعض الناس يقر بالربوبية وليس عابدا لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، فهو لا يعبد الله عز وجل على الحقيقة مع إقراره بالربوبية. فما معنى قول الشيخ هنا الرب هو المعبود؟ ما معنى قول الشيخ الرب هو المعبود؟ وضح الشراح هذه المسألة. من جهة اللغة الرب من معانيه هو الخالق والرازق والمدبر، وقد تكلمنا عن ذلك فيما مضى. فالرب هو الخالق لكل شيء، والمعبود اسم مفعول من عبد، يعني هو المألوه والمستحق للعبادة، هذا هو المعبود. نعم، فالرب الذي قد تقرر فيما مضى أنه هو الذي يستحق العبادة، الذي تقرر فيما مضى أنه هو الذي خلق الخلائق وهو الذي سخر هذه المخلوقات التي تدل عليه، هو المستحق للعبادة. ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله في قول الشيخ هنا الرب هو المعبود، قال ماذا قال؟ قال معناها ماذا؟ ما معناها؟ قال ليس المعنى أن كل رب معبود، أو ليس معناها أن كل من عبد فهو ماذا؟ فهو رب. هذا قصد الشيخ أو كلام الشيخ بنصه، ليس المعنى أن كل من عبد فهو رب. طيب، لكن ما المعنى؟ المعنى أن الرب هو الذي يستحق العبادة، الرب هو الذي يستحق ماذا؟ العبادة. نعم، ولذلك الرب في اللغة لا يطلق إلا على المعبود بحق، وهو الله جل وعلا. الرب لغة لا يطلق، وشرعا كذلك لا يطلق إلا على المعبود بحق جل في علاه.
والرب هو المعبود، وإلا لو أخذت الجملة على إطلاقها فكل من عبد شيئا فهو رب عنده. لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. وقال الله عز وجل في كتابه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم، قال سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هنا اتخذه ربا، هذا المعنى الموجود في الآية هنا: اتخذ الملائكة والنبيين أربابا، أي اتخذهم معبودين. هذا يأتي في استخدام القرآن، أي يأتوا أي اتخذوهم معبودين، يعبدونهم من دون الله، لأن النزاع مع الكفار إنما يكون في العبادة لا في الربوبية، لا في الربوبية. وهذا كلام الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في تعليقه على ثلاثة الأصول. قال أن بعض العلماء يقولون أن الألوهية والربوبية من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، من الألفاظ التي يقال فيها ماذا؟ يقال فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى هذا الكلام؟ هناك كلمات في اللغة العربية إذا قلتها مفردة تحمل لفظين، كما في قولك مثلا الفقراء، فأنت إذا قلت الفقير هذه الكلمة تحتمل معنى المسكين أيضا، ولكن إذا جمعت بين اللفظين كل واحدة لها معنى. إذا قلت الفقير وحدها هذه تحتمل معنى الفقير ومعنى المسكين، إذا قلت المسكين وحدها تحتمل معنى المسكين ومعنى الفقير، إذا جمعت بين الاثنين يفترقان في المعنى، فكل واحدة لها معنى. كذلك كما في قولك مثلا الصدقة والزكاة، الصدقة إذا قلتها يقصد بها الزكاة المفروضة، وكذلك الصدقة المستحبة. نعم، والزكاة كذلك في عمومها هي الزكاة الواجبة، وكذلك كل ما يتصدق به الإنسان فهو زكاة عن نفسه وماله، لكن عند الاجتماع فكل واحدة لها معنى إلى آخره من هذه الأبواب. فكذلك الألوهية والربوبية، فأنت إذا قلت الرب هكذا عند الإطلاق يدخل فيها معنى المألوه والمعبود، هذا كلام الشيخ حفظه الله. وإذا قلت المألوه يدخل كذلك فيها ماذا؟ يدخل فيها عند الإطلاق الرب، لكن إذا جمعت بين الربوبية والألوهية فكل واحد منهما له معنى. ظاهر كلام المؤلف هنا والرب هو المعبود أن الربوبية تستلزم الألوهية، الربوبية تستلزم ماذا؟ تستلزم الألوهية. نعم، وهذا يرجع بالتفصيل فيه إلى كلام العلماء في هذا الباب أو في هذا الجزء من المتن. قال الشيخ: قال الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود، كذا قال، والرب هو المعبود. وكما قلنا الرب لغة من معانيه الخالق، وهنا المقصود الخالق لكل شيء جل في علاه، الخالق لكل شيء. ومعنى كلام الشيخ هنا أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. نعم، هو المستحق للعبادة. فالله جل وعلا لكي نتم الكلام ونربطه بما سبق، خلق السماوات السبع والأراضين وما بينهما من المخلوقات العظيمة، وهو سبحانه وتعالى المتصرف، قال مسخرات، فهو سبحانه وتعالى المتصرف في جميع خلقه،
جل في علاه، هو المتصرف في جميع خلقه. لذا هنا الشاهد، لذا هو المألوه وحده بحق، المستحق للعبادة، المستحق للعبادة وحده دون سواه. طيب، فمعنى الكلام لكونه جل وعلا ربا فهو الذي يعبد، هذا معنى الرب هو المعبود. طيب، وليس المعنى كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وليس المعنى لقولنا الرب هو المعبود، ليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، هناك معبودات باطلة قد عبدت. نعم، وأكثر أهل اللغة على أن الرب في اللغة لا يطلق على المعبود، ولكن هناك تفريق بينهما، ولكن نقول إذا أردنا الضبط الرب هو المعبود بحق، المعبود بحق، هذا هو الضابط فقط، إلا هناك معبودات كثيرة مع الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نقول عنها رب. نعم، طيب، ومن معاني هذه الكلمة في معاجم اللغة، من معاني كلمة الرب معاني هذه الكلمة كلمة الرب ما يطلق عليه ماذا؟ المعبود، يعني هو الرازق والخالق والمتصرف. طيب، ما يطلق عليه المعبود كما يطلق على الرب ماذا؟ الخالق الرازق المتصرف. ما معنى هذه الجملة؟ يعني أنت تقول الرب هو الخالق، الرب هو الرازق، الرب هو المتصرف، الرب هو المدبر للأمر، إذن الرب هو المعبود أيضا، يعني من إطلاقات الكلمة، من إطلاقات الكلمة. والدليل على ذلك في قول الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، انظر أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أربابا هنا أي معبودين، أي أن تعبدونهم مع الله جل وعلا. لماذا؟ قال أهل التفسير لأن النزاع معهم كان في العبادة لا في الخلق والرزق، هم يقرون بذلك وهي من لوازم الربوبية. فإذا خلاصة المسألة ما قاله الشيخ صالح آل الشيخ، قال أن بعض العلماء رضي الله، قال أن بعض العلماء يقولون أن الألوهية والربوبية من الألفاظ، أو هكذا قال نصا، يمكن أن تدخل في الألفاظ. طبعا يا إخوة سامحونا لو هناك خطأ في الكتابة لأننا نكتب بسرعة، يعني يسقط حرف أو شيء هكذا أو حركة، يمكن أن تدخل في الألفاظ التي يقال عنها ماذا؟ أو يقال فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كما تقول يا إخوة، كما نقول الفقراء والمساكين. طيب، إذن فالرب هذه الكلمة عند الإطلاق إذا قلت الرب ستستلزم المعبود، يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها المخلوق المعبود. وكذلك كلمة المخلوق أو المألوه المعبود هذه إذا أطلقت
إذا أطلقت يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها معنى. إذن خلاصة كلام الشيخ هنا، الرب هو المعبود، معناها إيش؟ معناها الرب هو المستحق للعبادة. الربوبية، أي الربوبية تستلزم الألوهية. فالشيخ يأخذك بالدرجات يعني بالتدريج. فهو بين رحمه الله أولا معنى الرب، وبين أولا من ربك، ثم بما عرفت ربك، فذكر الآيات والمخلوقات وتكلم عن الآيات والمخلوقات. ثم إذا عرفت ربك فلا بد أن تعرف أن الرب هو ماذا؟ هو المعبود. ثم بعد ذلك سينتقل طبعا سيبين الدليل على أن الرب هو المعبود. ثم بعد أن تعرف أن الرب هو المعبود وأنك لابد أن تفرده وحده بالعبادة، إذا تقرر عندك ذلك سينتقل بعد ذلك لذكر أنواع العبادة. سينتقل بعد ذلك إلى ذكر ماذا؟ إلى ذكر أنواع العبادة. طبعا نحن إن شاء الله في الدرس القادم من قراءتنا سنذكر الدليل الذي ذكره وكلام ابن كثير، ثم نبدأ بعد ذلك في الكلام عن أنواع العبادة. وعلينا أن نفهم لماذا ذكر الشيخ هذا التدرج. هو يأخذك واحدة واحدة حتى تنتقل بعد ذلك للكلام عن أنواع العبادة، وهذه سيفصل فيها بأنه يذكر نوع العبادة ويذكر رحمه الله الدليل عليها في جمع ممتع حقيقة. فجزا الله الشيخ خيرا عنا وعن طلاب العلم وعن الإسلام والمسلمين. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. أستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.